بقولك ايه، انت هتستنى هنا تحمي ظهرنا وانت تعالى ورايا. يلا افتح لعبتك، طفش ابوها، بيشتغل فينا غالي. طب يا اكرم، امن الطريق انت بره، وانا اخلص. حصل. سوري ها؟ فيش اخبار يا برهان بيه؟ ايه ده يا شكر بيه؟ لسه بدري، بس اطمن، كل شيء هيبقى تمام. وحشتنا سهرات زمان. والله انتوا اللي وحشتونا، بس خلاص انا رجعت اهو، مش همشي تاني. هنرجع ايام زمان وسهرات زمان. في صحة زمان وليالي زمان. في صحة اللي جاي اللي هيبقى احلى من زمان بكتير. في صحتكم. تشيرز. تشيرز. والدك عامل ايه؟ كويس يا فندم، بخير. مش هوصيك عليه، وعايزك تسلمي عليه كتير. يوصل يا فندم. والدك ده عشرة عمره، احنا خدمنا مع بعض فترة كبيرة جدا. انا عارفة يا فندم. يوصل. يا سلام طارق بيه. اهلا اهلا اهلا. كل سنة وانت طيب يا شريف. وانت طيب يا طارق بيه، والله لما كنت جيت كنت هزعل. انا كنت عارف ان هو هيجي مش هيخزيني. طبعا. اتفضل يا فندم. اتفضل. اعرفك بوالدتي نجوان هانم البهائي، طارق بيه رفاعي، رئيس المباشر في الشغل ومثل الاعلى. اهلا اهلا يا طارق بيه، نورت الدنيا كلها. ميرسي جدا يا فندم، كل سنه وشريف طيب. وحضرتك طيب، وميرسي قوي ان انتوا جيتوا. وبصراحه بقى المدام بتاعتك منوره الحفله،
ايه القمر ده كله؟ دي جميله قوي. حاجه ما تبقاش نزل. لا بس من ذوقك يا فندم. انت بتسلم وتعز. سيبي معاك بعدين. تحقق براين أبو نيم. ادخل بسرعة. يلا من هنا. يا جماله يا جماله يا حلاوته. ايه الحلاوة دي؟ يلا يا غنيم، ما شافوهمش وما بيسرقوا، شافوهم وما بيتفرجوا. حالا يا قطة، حالا يا عمرايا. الخدمة بتوصلنا بجهاز الوزارة يا فتحي. دي الملاية دي، امسك دي. نلف القتيل ده. يا حلو يا قتيل يا حلو. يا حلو يا حلو. يا حلو يا حلو. يلا بينا. ابراهيم مالها؟ عارف فتحي واكرم ممكن يعملوا فيا ايه بعد اللي حصل لو وقعت في ايديهم؟ يبقوا بيدوروا علينا. وبعدين طول ما انت معايا ما تشيليش هم حاجه ابدا. طب هدي عنك. اشمعنى؟ عشان تعرف تسوق. مع اني كنت عايز اسوق وهي في حضني. بس حضني وحضنك واحد يا قمر. شيلي. عنك يلا.